قد يكون هناك يعني حظوظ للمرشح بالسكان، ولكن أعتقد أن سعيد جليلي حظوظه أكثر، ليس باعتباره أنه من جنح المحافظين. بالمناسبة سواء كان الفائز إصلاحي أو محافظ سوف لن تتغير السياسة الخارجية الإيرانية كثيرا. السياسة الإيرانية الخارجية ثابتة سواء كان الفائز إصلاحي أم محافظ، وهذا ودليل جميع الرؤساء السابقين سواء كان إصلاحي أو محافظ لا تختلف السياسة إلا باستثناء بعض يعني المرونة في التعامل مع بعض الملفات الخارجية المتعلقة ببرنامج النووي الإيراني وموضوع المفاوضات مع الجانب الأمريكي. ولكن أعتقد أن موضوع العزوف في حد ذاته مسألة يفترض أن تدرس وتعالج، وأعتقد أن المشاركة في الجولة الثانية سوف تكون أكثر من 40%، قد تقترب من 45%، ولكن بحد ذاتها هذا موضوع العزوف في الانتخابات في حد ذاته هو مؤشر يفترض على القائمين على العملية الانتخابية أن يبحثون أسباب العزوف. وصحيح أسباب اقتصادية، يعني أكثر المحللين وأكثر المتابعين قالوا واحدة من أهم أسباب العزوف هو الوضع الاقتصادي بسبب العقوبات المفروضة على إيران.